بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع سنقوم بشرح الإجراء الثالث اللي هو الايزوثيرمال بروسيس أو كونستانت تمبريتشر بروسيس، إجراء ثبوت درجة الحرارة. في هذا الإجراء أنه تكون درجة الحرارة ثابتة، على سبيل المثال إذا كان عندنا تمدد ايزوثيرمالي، يسمى طبعا ايزوثيرمال بمعنى أنه درجة الحرارة للمائع لا تتغير خلال عملية التمدد أو الانضغاط. فإذا كان عندنا تمدد فإنه ضغط المائع ايش راح يصير بيه؟ راح يتناقص، وبالتالي يعني إنه يفترض إنه درجة الحرارة أيضا تتناقص، لكن ايش راح يصير عندنا؟ إنه حرارة راح تضاف إلى النظام للحفاظ على درجة الحرارة من التناقص. هذه الفكرة يعني. وكذلك بالايزوثيرمال كومبريشن، يعني بالانضغاط الايزوثيرمالي، فضغط المائع راح يزداد، وبالتالي ممكن درجة الحرارة ترتفع. فأيضا على مود لغرض أنه عدم ارتفاع درجة الحرارة، فإنه لازم تطرح جزء من الحرارة للحفاظ على ثبات درجة الحرارة. وبالتالي هذا إجراء تكون به درجة الحرارة من النقطة 1 إلى النقطة 2 تكون ثابتة. عندنا بهذا الإجراء القوانين اللي راح نستخدمها بالنسبة للمائع الحقيقي أو المائع المثالي. فور نون فلو انرجي ايكويشن راح نستخدم كيو ناقص دبليو تساوي دلتا يو. هنا عندنا اذا ننقل الدبليو الشغل للطرف الثاني فصير الكيو تساوي دلتا يو زائدا الشغل المنجز. اما اذا كان المائع مثالي، طبعا حقيقة الاجراء ثبوت درجة الحرارة على مخطط البي في دايجرام يكون بالشكل التالي، اما من 1 الى 2 او من 2 الى 1. يعني 1 الى 2 عندنا بي في يساوي كونستنت، هسه بعدين نجي نتكلم عنه، اللي هو ايزوثيرمال كومبريشن، او من 2 الى 1 اللي هو ايزوثيرمال اكسبانشن. ايضا هنا الاجراء اذا كان عندنا مائع حقيقي فتكون على ثبوت درجة الحرارة، خط ثبوت درجة الحرارة مثلا نقطة 1 كانت ويت ستيم وانتقل عبر الى السوبر هيتد، فيكون هذا هو خط ثبوت درجة الحرارة. نجي على القوانين، انه عندنا القانون العام للغاز المثالي نستخدمه بي في يساوي ار تي، او البي P1 V1 يساوي R T1، P2 V2 يساوي R T2. إذا قسمنا المعادلة 2 على المعادلة 1 راح نحصل على أنه العلاقة ما بين الضغط والحجم بسبب أنه ثبوت الـ R والـ T، أي ثبوت الطرف الأيمن. فبي بي القانون يصير P V تساوي كونستنت، وليس يعني T هو صح T تساوي كونستنت، لكن كقانون نقدر نستخدم P V تساوي كونستنت. فراح تكون عندنا علاقة عكسية ما بين الضغط والحجم، اللي هو شفناها حتى بالتجربة مع القانون بويل، انه ال P2 على P1 تساوي ال V1 على V2، والعكس صحيح. اما لايجاد الشغل، فالشغل المنجز حقيقة يا اما تحفظ القانون النهائي، او يا اما تقول هو تكامل ال P في الكل دي في من 1 الى 2. لكن ال P هي شنو؟ هي عبارة عن كونستنت على ال V، لان ال P V تساوي كونستنت، ال P هو دالة لل V بهاي الحالة. فاذا عوضناها فراح يصير تكامل 1 على V dV، والتكامل 1 على V هو لن ال V، وبالتالي راح نعوض النقطة 2 ناقص النقطة 1 فصير لن ال V2 ناقص لن ال V1 لن حاصل طرح لن مقدار ناقص لن مقدار هو لن الأول على الثاني. وبالتالي راح يصير عندنا C لن ال V2 على V1، أو نقدر نسميه الشغل هنا راح يكون عندنا قانون آخر اللي هو بدل السي نخلي ما يقابل السي من الوحدات أو القيم اللي نعرفها الفيزيائية، اللي هي شنو؟ هي ال PV. فمثلا نقول الورك يساوي P1 V1 لن ال V2 على V1، او P2 V2 لان ال V2 على V1. بدل ال V2 على V1 نقدر نكتب شنو؟ نقدر نكتب ال P، فتصير P1 V1 لان ال P1 على P2، او P2 V2 لان ال P1 على P2. طبعا بدل هذني ايضا نقدر نكتب بدلالة ال RT، لان ال PV هو ال RT، فاذا نقدر نكتبها RT1 لان ال V2 على V1، او RT2 لان ال، يعني نفس الحالة RT لان ال V2 على V1، او RT لان ال P1 على P2. هذه كل القوانين، يعني هذه 1 2 3 4 5 6 كلها صحيحات، كلها نقدر نستخدمها. زين. بالحقيقة انه عندنا ايضا معادلات اخرى، يعني عدد، يعني لاحظ انه هنا عندنا عدد كبير من المعادلات اللي نقدر نستخدمها هنا لحساب الشغل المنجز. طبعا اذا اردنا نطبق القانون انه الجول، قانون الجول للغاز المثالي، فاليو 2 ناقص يو 1 هو سي في تي 2 ناقص تي 1. لكن المائع المثالي عندنا نعرف انه هو اجراء ثبوت درجه الحراره، فبالتالي راح يصير عندي تي 2 تساوي تي 1 فالطرف الايمن صفر. فاذا عندي فرق الطاقه الداخليه اليو 2 ناقص يو 1 يساوي صفر للمائع المثالي فقط بالايزوثيرمال بروسيس. اذا الانترنال انرجي تكون شنو عندنا؟ تكون ثابته. هاي كلش نقطه مهمه.
فقط الماع المثالي، لانه ما عندي انه ما عندي فرق بسبب ثبوت درجة الحرارة. اما الماع الحقيقي لا، موجود القيم مالتها. هذه كلش ملاحظة مهمة لازم تنتبهوا لها في الاجراء الايزوثيرمالي، يعني معناه الفرق الطاقة الداخلية، وبالتالي الكيو تساوي الدبليو زائد دلتا يو، ماكو دلتا يو فتصير الكيو تساوي الدبليو، وهذا الشيء متوضح هنا، كيو تساوي دبليو. نقدر نكتب طبعا بدلالة الجول، انه نضيف بس الكتلة على القانون وصير عندنا هذه القوانين التالية. خلينا ناخذ مثال يوضح لنا العملية كاملة افضل. المثال يقول saturated water vapor، عندنا اذا ما معناه ماء حقيقي saturated water vapor، اي انه خواص على خط التشبع للبخار بضغط 7 بار اللي هي 700 كيلو باسكال. expand reversibly يعني يتبدد بصورة انعكاسية in a cylindrical أو cylinder behind piston، في نظام مغلق اللي هو الاسطوانة ذات البستن، حتى أصبح الضغط 0.1 بار اللي هو 100 كيلو باسكال، أي أنه صار عندنا تمدد، فبالتمدد راح ينخفض الضغط. يفترض أنه درجة الحرارة راح تنخفض، لكن إحنا راح نضيف حرارة للنظام حتى على مود لا تنخفض درجة الحرارة لثبوت درجة الحرارة. شوف هنا إذا تم تسليط حرارة، إذا if heat is supplied continuously خلال هذا الإجراء لغرض الحفاظ على ثبوت درجة الحرارة، in order to keep constant temperature or the temperature constant. هاي كلش مهمة، فعرفنا الإجراء هو إجراء ثبوت درجة الحرارة، احسب معدل التغير بالطاقة الداخلية. بالنسبة للكيس الأول مطيني saturated vapor، فإذا عند الضغط المشبع 700 كيلو باسكال أروح أوجد شنو أوجد؟ أوجد اليو جي اللي هي عبارة عن اليو 1، فإذا خلصت نقدر نوجد اليو 1 فقط. أما بالنسبة للحالة الثانية شلون نقدر نعرفه؟ أنا عندي من الضغط الاول والحاله هي بخار مشبع، فاروح اطلع درجه حراره المقابله، درجه حراره التشبع المقابله لهذا الضغط، لان اكيد على خط التشبع تكون درجه الحراره هي نفسها درجه حراره التشبع. اذا التي هي تي ساتوريتد، فاروح على التي ساتوريتد اللي قيمتها اللي هي نفس درجه حراره على خط التشبع الغاز البخار او خط التشبع للسائل اللي هي 164.95. فبالتالي حصلت على درجة الحرارة، ما طول عندي درجة الحرارة، أريد أنتقل للنقطة 2، فنقطة 2 شنو عندي أنا؟ عندي الضغط، ودرجة الحرارة T1 هي نفسها T2، فإذا عندي الضغط اللي هو 100 كيلو باسكال، ودرجة الحرارة اللي هي 164. وين أروح؟ أروح إلى جداول البخار، أو جداول السوبر هيتد عفوا. هسه اللي هنا خليني أروح ليش أشوف الجداول. فلما نروح للجداول راح نشوف انه عندنا بالدرجة الحرارة او عند الضغط 100 كيلو باسكال او البوينت 1 بار، نجي نشوفه هنا عندنا هذا البوينت 1 بار و164 ايش قد عندنا درجة الحرارة اللي هي نفسها عفوا بوينت 1 بار، اوكي اللي هي عفوا 10.1 بار. هذه 0.1 بار من سوري مو 100 كيلو باسكال، لانه اذا ضربناها في 100 راح تعطينا ايش قد تعطينا؟ تعطينا 10 كيلو باسكال، او بالاحرى بوينت يعني 10 كيلو باسكال، او هي هاي اصلا انه نقدر نقسمها بعد على 10 تعطينا بالميجا باسكال، فتصير 0.01. فاذا هذا 0.01 درجة الحرارة 164 التشبع اللي هي يفترض نعطينا اياها هنا درجة حرارة التشبع الثاني. زين نلاحظ انه T2، لاحظوا شباب عندي T2 تساوي T1 164، الضغط عندي اللي هو 0.1 بار او 0.01 ميجا باسكال. شو نلاحظ؟ نلاحظ T2 هنا اللي اصلا هي تساوي T1 ال 164، ونلاحظ ايش قد درجة الحرارة عند هذا الضغط اللي هي ايش قد درجة الحرارة تكون 45 درجة حرارة التشبع، فT2 اكبر من درجة حرارة التشبع، وبالتالي تحول الى سوبر هيتد. اذا وين اروح؟ اروح لقيمة ال 164، نلاحظ ماكو 164، فشو نسوي؟ لازم نسوي انتربليشن بين هاي القيم اللي هي هنا عندي 164 ناقص 150 تقسيم 200 ناقص 150، نضربها في شنو؟ احنا شو نريد؟ نريد اليو، فنضربها في نفتح قوس 2600 اللي بعدها 2661 ناقصا 2587، سد القوس وكله نجمعه ويا اليو الاولى، وراح تطلع لنا قيمه الانترنال انرجي اليو 2. لاحظنا انه هنا عندي تي 2 اكبر من تي ساتشوريتد 2، فبالتالي هو سوبر هيتد، سوينا انتربوليشن طلع 2609. اذا الفرق بالطاقه الداخليه دلتا يو يساوي لنا اليو 2 ناقصا اليو 1، وهو هذه قيمته تكون. نروح الى مثال اخر يتكلم عن ماء اخر مثالي اللي هو النيتروجين. النيتروجين او نيتروجين اوف 0.4 كيلوغرام، عندنا نيتروجين بكتلته 0.4 كيلوغرام ات انيشال ستيت 300، مطينا تي 1 ومطينا بي 1،
150 كيلو باسكال is compressed slowly، تم انضغاطه بشكل بطيء in an isothermal process. هو ده يقول لي اجراء isothermally، اي اجراء ثبوت درجة الحرارة، الى ان وصلنا الى ضغط نهائي 800 كيلو باسكال، فعندنا ال P2. find، طبعا ال T2 ايضا هي تساوي T1 لانه isothermally. find V1 and the work done. شلون نوجد ال V1؟ كل سهل، انا مطيني الكتلة ومطيني ال T1 ومطيني ال P1، فال P1 V1 تساوي R او MR T1 او ار تي 1، ماكو فرق، ام ار تي 1 باعتبار راح نعوض الفي كفوليوم وليس كسبيسيفيك فوليوم. فاذا الفي 1 تساوي الار اللي هي النيتروجين، نروح نطلعها من جداول اللي هي 0.2969 في التي اللي هي 300 في شنو عندي بعد ام ار تي، الام اللي هي 0.4 تقسيم البي اللي هو 150 كيلو باسكال، راح تطلع قيمة الفي 1 0.23575. بعدها يريد الشغل المنجز. الشغل المنجز هو بالحقيقة نقدر نقول P1 V1 لن ال P2 على P1، أو لن ال P1 على P2 سوري. فأنا عندي ال P1 وعندي ال P2، أقسمهن وأخذ الهن ونضربها بال P1 في ال V1، رأسا راح يطلع بدون استخراج قيم أخرى، وراح تطلع قيمته ناقص 59.635. هذا قيمة الشغل اللي يتم صرفه على هذا النظام. سؤال آخر، يعني شوف السؤال السابق كلش بسيط. سؤال آخر: A piston cylinder device contain 4 kilogram of argon. الأرجون هي ضمن الغازات المثالية، عندنا الكتلة ومطينا الضغط P1 250 كيلو باسكال ودرجة حرارة 35 سنتيغريد، يعني معناها أيضا هذه راح نحولها للكلفن. During a Gaussian equilibrium isothermal expansion process، يعني نظام شبه مستقر، هيك معناها isothermally، ثبوت درجة الحرارة وتمدد تمدد بثبوت درجة الحرارة. The volume is increased to be 150% من ال initial volume. إذا V2 هي 150 تقسيم 100 يعني 1.5 من ال V1. فنقدر نوجد علاقة بيناتهم. أيضا شنو مطيني بعد ملاحظة؟ ما ذاكر لي طبعا الضغط مال الحالفين. A paddle wheel of work، هنا أنا عندي مروحة أو بروانة، هذه وضعت داخل البستم أو سلندر، داخل السلندر، ف تسحب طاقة كهربائية يلا تشتغل. فإذن هذا الشغل هو شغل سالب اللي هو قيمته 30 كيلو جول، شغل الشيفت is done on the system، لاحظوا على النظام، احسب الهيت الحرارة المنتقلة خلال هذا الإجراء. إذن عندنا نطبق المعادلة اللي هي Q ناقص W تساوي الدلتا U، الماع مثالي فالدلتا U راح تصير قيمته صفر، فإذن الـ Q تساوي W، هاي انتهينا منها. هسا الـ W عندي شنو؟ عندي W نوعين، الـ W مال الشيفت اللي هو سالب 30 او الـ او البادل ويل، والدبليو اخر اللي هو مال البستم. دبليو مال البستم هو P1 مثلا V1 في لن ال V2 على V1. P1 عندي، والV1 منين اجيبها؟ ام في الار مال الـ شنو اللي هو ارجون، نروح الجداول الارجون نطلعه، في التي اللي هي 35 زائد 273 تقسيم ايش قد؟ تقسيم 250 كيلو باسكال، راح يطلع قيمه V1. فاذا استخرجنا ال V1 هذه هنا لاحظوا قيمتها 1.02218، ال W راح يساوي P1 W مال بستن P1 V1 لان ال V2 على V1. هنا ماكو داعي نستخرج V2 لان هو قايل لي 150% من ال V1 فهي 1.5 V1، فراح تختصر V1 مع V1 يبقى لنا 1.5، تستخرجه بالحاسبه وتضربه في قيمه ال V1 وتضربه في P1 ويطلع قيمة الشغل مال البستم. هسه الكيو تساوي الشغل اللي هو شغل البستم زائد شغل البادل ويل اللي هو شغله سالب، في 103 ناقص 30 راح يطلع هذا المقدار، وبالتالي هو نفسه قيمة الكيو. يعني شوف الأمثلة صارت هواية هنا، أنا ممكن نحل لكم أمثلة إضافية أو افتهمتوا إن شاء الله. يعني أتمنى أنه أشوف إجابتكم حول المحاضرة أو استيعابكم على مود نستمر بهذا الموضوع أو نتوقف، لأن أنا شارح سابقا الأديابيتك بروسيس والبوليتروبيك بروسيس. نلتقيكم إن شاء الله في فرصة قادمة، في أمان الله.